ويتعهدهم بالدعاء والرعاية، فينبغي أن يتوسلوا بجاهه في قضاء الحوائج ورفع المشكلات، وأن يكونوا منتظرين لقدومه داعين للفرج عنه وعن الأمة بظهوره، مستعدين له بمزيد من البصيرة واليقين وحسن الطاعة، وأن يكثروا من الدعاء له في خلواتهم ومجالسهم. نسأل الله تعالى أن يعجل فرجه ويقرب ظهوره ويوسع منهجه ويسلك بنا محجته ويجعلنا من أنصاره وأحواله والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمنتصرين لأوامره والسابقين إلى إرادته. ففي هذه اللحظات الإيمانية والأجواء القدسية، وقد اجتمعنا في أشرف مكان وأفضل زمان ليلة الجمعة وليلة الرحمة عند مرقد سيد الشهداء وروضة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتحت قبته المنيرة، ومن حرم حامل لوائه وأخيه باب الحوائج أبي الفضل العباس عليه السلام، نمد أيدينا بالدعاء بقلوب تمتلئ حاجة، وأهمها تعجيل فرج مولانا الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء إلهنا بوجهك الجليل وبمولانا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين من ذريته وبنيه والمستشهدين بين يديه وبأخيه أبي الفضل العباس قمر العشيرة وبزينب الكبرى العقيلة. يا الله يا الله يا الله، عجل وقرب فرج وظهور وليك صاحب الزمان. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى بظهور الحجة.
صار الحجاج يا الله.